نتيجة نعم في مرمى فريق نادي الكهرباء. من هنالك الوسط عادت الكرة لفائدة الزوراء على اليسار، محاول عن طريق مؤيد عبد الباسط يرسل الكرة للأمام وبعدت بالراس، وبعدت بالراس، عادت وصلت مرة أخرى. موسم أول موسم لعب مع الزوراء يجدد الولاء والانتماء اللاعب على نعم الهلال. هات تأتي من المدرب التونسي. لا 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 نريد لا نريد أن نشاهد. وانتصر الزوراء بخمسة أهداف لأربع بركلات الحظ الترجيحية على اليسار. من هنالك عادت الكرة على اليمين، محاولة للتخلص، تقطع الكرة، تعود على اليسار، محاولة عن طريق شيركو، تمرير، استلام على قوس الجزاء، ولكن حساب حساب يبعد الكرة الماضية مرة أخرى. حساب شيركو، تمرير، انفراد، تصويب، الله، على كرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. خطيرة جدا بتمريرة رائعة. ومن هنالك الكادر التدريبي الذي يعبر عن السخط وعدم الرضا، تمريرة رائعة عن طريق شيركو، مرة من حسين بإبعاد وتأمين للكرة الماضية، تمريرة على اليمين وصلت للزوراء، تمريرة، لكن من هنالك حسين علي سال بأحضان حسين علي بانطلاقة عن طريق مهدي كامل، تمريرة عن طريق حيدر أحمد، انطلق، تتحول الكرة جانبية لفائدة نادي أربيل، وصلت ماموني بتمريرة بالكعب، ولكن بدون متابعة، قطاني للتوكولي بانطلاقة أفريقية وصلت على اليسار لمصحة نادي أربيل، المرور، التمرير، ولكن من هنالك زاهر ميداني بتغطية حاضرة على اليسار، محاولة للمرور، التقدم، الانتظار، ترسل الكرة للأمام للزوراء، ضاعت الكرة وصلت. نعم صور الجميلة، هذه الصور الجميلة الرائعة، نعم، وحضور العوائل الكريمة في المدرج. لو تحسب النجمات 14 نجمة على اليسار، وصلت للزوراء، محاولة وتمريرة وابعدت عن طريق، سالت الكرة بأقدام نادي أربيل، تمريرة حيدر قرمانة، تمريرة وصلت لماموني، الله الله، على حسام 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 كاظم، تمريرة، استلام عن طريق مهدي، قطعت من مهدي بانطلاقة، ثلاثة على اثنين، ثلاثة على اثنين، أربعة أصبحوا، نعم الهجوم الأصفر أصبح أربعة مهاجمين، محاولة في داخل قوس الجزاء، ولكن عاد الدفاع الأبيض وعادت الدفاعات الزورائية على اليمين، شيركو من أمام حسام، ولكن الإبعاد عن طريق عبد المغربي توغولي، نعم ينتصر الصنهاجي بهذا الصراع. وكرة لمازن، مازن على اليمين، يحاول مازن بعرضية للزوراء، لكنها مرت مرت الكرة، كابتن عماد محمد، كرة إلى الأمام وصلت المدرجات، وبانتظار عودة الجماهير بنسبة 90%، الله، ولكن ولكن ماذا هنالك؟ هل هنالك حالة تسلل على المغربي أم ماذا؟ نعم المغربي كان متسللا، كان في وضعية تسلل. لكاردوسو، تمريرة قرمانة على اليسار، تمرير، الله الله، الثامنة، وبجحبته 12 نقطة، ثلاث تعادلات وثلاث انتصارات وهزيمة واحدة، كرة تمريرة وصل خط الزوراء، الله، تمريرة رائعة بوضعية رائعة لمصحة مازن، ولكن سجل معه هتافات الجماهير، يستجيب لنداءات المدرجات، الله. قناة شباب سبورت، التعادل السلبي ما زال مغيما على احداث اللقاء، اقل من خمس دقائق تصلنا على النهاية، ترسل ناتي على التوالي، ومرة في موسم 2012، كرة تعود على اليسار لأربيل لطيب الذكر بمحاولة تمرير، ولكن الإبعاد عن طريق عباس برج المرا، حيدر أحمد، حيدر كرمان، ترسل خطيرة، الله الله، على كرة، الله على، بعد أن انتقل للقوة الجوية عاد للزوراء، خطيرة لأربيل لأربيل، تمرير، ولكن سددت بعباس قاسم، وزاهر كالعادة الذي نذكر السيفي، نعم، وظهر، حول الى ضربه ركنيه، ضربه ركنيه خطيره لاربيل، مرت عاليه ولكنها تحولت الى خارج ارضيه الميدان، تحولت
ومن ظاهر ميداني ممتازة عن طريق مؤيد وبتناغم رائع، ولكن تفتقد وتعود بتصويب. الله على كرة مرت، الله على كرة مرت من حيدر قرمانة. نعم اعتلت العارضة الأفقية، ومع هذه الكرة مشاهدينا متابعينا حكم اللقاء الكابتن يوسف سعيد يطلق صافرة نهاية الفصل الأول من شوط المباراة الأول. نعم أيها الأحبة، من هذا اللقاء أربيل الزوراء لحساب مرة أخرى مشاهدينا متابعينا، عدنا وإياكم لمتابعة مجريات شوط المباراة. هي فلسفة التكتيكات التي يأتي بها الكابتن عصام حمد. كرة تعود على اليمين، وصلت بتصويبة بعيدة جدا عن طريق من أمام سعد، ومن أمام سعد وأيضا حيدر أحمد تبعد الكرة تعود. الكرة على اليسار، نقلات لفائدة نادي أربيل، تمرير إلى الأمام، ولكن تدخل من حارس المرمى، تدخل من حارس المرمى، تصل الكرة حمزة الصنهاجي، ولكن بتغطية لفائدة نادي الزوراء. تقطع من الصنهاجي، أول هواري طويل، تمرير المهدي، مهدي بتمرير، ولكن من هنالك متابعة من الدفاع وسوء تفاهم، ولكن نعم يستعيدها الدفاع، تبعد من علي ياسين، علي ياسين بكرة، ينتظر الضوء الأخضر من يوسف سعيد ليرسل كرة عالية لكي ترسل الخبر السعيد للزوراء، ولكن بعيدة جدا. القطع لفائدة نادي أربيل، لفائدة حيدر قرمان على اليسار، وصلت بمحاولة للعرضية ولكنها وصلت وسط. فرناندو نعم يتدخل ويبعد الكرة الماضية، كرة ترسل إلى الأمام، ولكن حمزة الصنهاجي في موقف تسلل، ربما موقف سليم أعتقد، ولكن الزوراء باعتبارهم أكيد الراعي الرسمي للنادي، تعود الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تحولت رأسية إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في الكرة الماضية، كرة ماموني المغربي، يد عبد الباسط، مؤيد على اليسار يلغي العرضية ويعود للتمرير، أحمد فاضل بتصويب، الله على المتابعة، كول، الله على كرة ضاعت كرة الهدف الأول، ضاعت كرة الهدف الأول للزوراء عن طريق الهواري طويل بكرة تصويبة بتنويه رائع. نعم عن طريق أحمد فاضل الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني في مرمى أربيل. مساعد مدرب نادي أربيل الكابتن هو أحمد مناجد بعرضية، محاولة خطيرة بالراس تبعد من جانب الدفاع، محاولة من المنطقة، يخرج من المنطقة، من هنالك شيركو يصل بها لفرانكو قاسم، لا مرور لا عبور، تمريرة إلى الأمام، وصلت الكرة بالراس، ولكن يستعيدها حارس المرمى حسين علي، ولكن تجاوزت الخط ربما، وهذه الكرة الماضية نعم تجاوزت بكامل محيطها، وبالتالي ضربة ركنية. اللاعب أحمد فاضل الكرة على اليمين، التقدم، المحاولة، التمرير بالكعب للزوراء، مراوغة أمهاوي، محاولة تصويبة ولكنها مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تحولت كرة الهواري طويل مع علام هاوي، الله على تمريرة أحمد سرتين، تمريرة بالكعب بكرة فنية رائعة، ولكن من أمام ست لاعبين يجد ويواجه الصعوبة اللاعب الهواري طويل، وبالتالي يرسل الكرة بمحاذاة، تقطع بالصدر بانطلاقة على اليسار، انطلاقة عن طريق الخطير ماموني، ولكن كرة ماموني بعيدة وتأخر. استلام على اليسار، تقدم، مراوغة، مرور، نقلات على اليسار، انطلاقة للشيركو، شيركو اثنين على ثلاثة وأربعة، محاولة شيركو تمرير ولكن عباس. 0-0 النتيجة، و
متبقي اقل من 5 دقائق، كره ترسل تبعد من دفاعات الزوراء، وصلت وعادت الكره للكوسترت بايز لمصر، وصلت وعادت مره اخرى. هنا جماهير الزوراء هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي على اليمين، محاولة للمرور تقطع وتصل وتعود لماموني. ولمس قليلة أكيد نذكر الإحصائيات بالهجمات، تمرير جول جول الزوراء يحضر في الأوقات القاتلة، يحضر في المواعيد الكبرى، الزوراء بهدف قاتل فعل الجزائري، فعل الهواري طويل وسجل الهدف الاول، وسجل الهدف القاتل، نعم الاكثر وصولا الى المرمى كان